النهارده ابتداء من 2021 هيبقى في اكاديميه وهيبقى في امتحان تحريري للدخول لكليه الحقوق لنقابه المحامين. نقابه المحامين مش اي حد معدي هيقدم فيها هيقبل. لا هيدخل الامتحان، وقبل ما يدخل الامتحان هيقعد سنتين في اكاديميه المحاماه يدرس. اللي ينجح فيها يجي يقدم عندي في نقابه المحامين. انا بقول لحضراتكم سوف يكون الالتحاق بنقابه المحامين اكثر صعوبه واكثر دقه واكثر اهميه من الانضمام للقضاء او للنيابه العامه. لانك هتبقى صاحب دراسه، صاحب دراسه اعلى وصاحب اختبار اعلى وادق. احنا متمسكين بده، ده معناه مش احنا مش بنقلل من قيمه حد، لكن المحاماه تستاهل هذا العلو وتستاهل هذا السمو، واحنا كلنا لازم نبقى حريصين على تثبيتها. قريبا باذن الله هنضع حجر اساس اكاديميه المحاماه، وهتشاركوا في هذا الاحتفال علشان نبدا في المبنى الذي يستوعب هذه الاكاديميه، المؤسسه العلميه المهنيه الرفيعه اللي هتقدم للمحاماه اللي احنا كلنا بنتمناه واللي اولادنا الشباب يتمنوه.